عايز بس اعلق على صوره اكرامي والشناوي امبارح، وده او دي صوره ممتازه وبتعكس مدى الروح الموجوده في فريق النادي الاهلي والحب اللي متواجد ما بين اللاعبين. امبارح الشناوي يعني تعرض لاصابه مع نهايه المباراه، قبل انتهاء المباراه بخمس دقائق كده تقريبا، والراجل وقع وقعه صعبه شويه اثرت على ظهره بشكل او باخر، صمم ان هو يكمل المباراه. لكن شيف اكرامي اول ما الحكم صفر نهايه المباراه نزل الملعب مباشره واطمن على الشناوي، ودي الروح اللي موجوده. يا جماعه انتم متخيلين لعيب او حارس بحجم شريف اكرامي بكم بطولاته مع النادي الاهلي بامكانياته الكبيره وبهذه الابتسامه حتى وهو على الدكه، وبهذه المسانده لزميله محمد الشناوي حتى وهو على الدكه، وهو في منافسه ما بينهم على التواجد التشكيل الاساسي، لكن الاهم واللي بيقود دايما البطولات هي الروح اللي احنا بنشوفها ما بين اللاعبين، وده امر ممتاز جدا من شريف اكرامي وايضا من الشناوي، وحب متبادل ما بينهم، وان شاء الله باذن الله نفرح بيهم كلهم مع نهايه البطوله هذا الموسم.